مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هشارك معاكم فيديو تحضيرات رمضان، واتمنى ان الفيديو يفيدكم. وهستعرض معاكم سريعا انا حضرت فيه ايه. انا حضرت فيه اصابع الكفتة للشوي، وشيش طاووق، وميت بولز اللي هي كرات اللحمة، وكفتة الدجاج بالخضروات، وكمان سويتها معاكم على السريع ووريتكم شكلها. وحضرت كمان شاورما دجاج، وحضرت دجاج تندوري، ودبابيس الدجاج كمان بالعسل والليمون وتشيكن ستريبس، وكمان صلصة الطماطم تكفيكم تقريبا لشهر رمضان كله. انا حبيت اوريكم شكلهم بعد ما فرستهم اوريدي. الكميات والمقادير والطريقة والتتبيلة بالتفصيل هتلاقوهم موجودين في صندوق الوصف. وتعالوا دلوقتي يلا نبتدي. بس لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي بسمة، اتمنى تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بس حابة انوه ان شاء الله هيكون في جزء تاني هقول لكم فيه نصايح كويسة جدا وتحضيرات لوصفات تانية هتسهل عليكم جدا الوقفة في المطبخ طول شهر رمضان ان شاء الله. دلوقتي يلا على طول نبدأ. اول حاجة هنبدأ بيها هقطع قطع الطاووق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده والحجم اللي انتوا شايفينه. هقطعهم كلهم لحد ما اخلص كل الكمية، وبعدين هبتدي ان انا احضر الفلفل الالوان بتاعي، ودي التقطيعة بتاعته. دلوقتي هبتدي بالتتبيلة واللي هي زيت زيتون وزبادي، كابريكا وكركم وملح وفلفل اسمر وتوم بودرة وبصل بودرة، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. هبتدي ان انا اضيف الدجاج واقلبه بالطريقة اللي انتوا شايفينها، وهسيبه في التتبيلة على الاقل لمدة 4 ساعات. بعد ما قعد في التتبيلة ال4 ساعات هبتدي ان انا احضر معاكم الاسياخ. مربعات الفلفل اللي انا قطعتها هحطها في السيخ بالطريقة دي، وبعدين قطعة الدجاج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وفوقيها فلفل او فلفلتين، وهكذا لحد ما اخلص السيخ كله بالشكل اللي انتوا هتشوفوه قدامكم دلوقتي. هكمل طبعا باقي المقادير بالطريقة دي، وعلى طول هحطهم في الطبق اللي انا هدخله الفريزر. انا طبعا عاملة معاكم هنا كميات قليلة علشان انا عايزة اديكم بس افكار، اكيد الكميات تعتمد عليكم، واكيد لو هتزودوا في الكمية كمان هتزودوا في المقادير. ده كمان تاني سيخ بالشكل ده. معلش انا سرعت الفيديو شوية لان الحقيقة الفيديو طويل، وانا عايزاكم تستفيدوا باكبر قدر ممكن بدون ما تملوا من الفيديو بالشكل ده. وانا خلصت كل الكمية، انا استخدمت هنا تقريبا نص كيلو، حوالي 3 صدور او 4 صدور من الدجاج، عملوا معايا عدد الاسياخ ده اللي هو تقريبا 8 اسياخ. دلوقتي بقى انا هحضر لصلصة الطماطم، واللي سريعا هقول لكم عليها. انا قطعت الطماطميه بالشكل ده، وكان عندي 4 كيلو من الطماطم، قطعتهم بنفس الطريقة. انا لما بجيب طماطم عموما ده بعمله على طول سواء في رمضان او غير رمضان، علشان الطماطم ملهاش روح وبتبوظ بسرعة، بلمها كلها وبسيب بس عدد معين للسلطة، والباقي كله بعمله صلصة علشان اقدر استخدمه بدون ما اي طماطمية تبوظ واضطر ان انا ارميها. شوفوا السهولة، يعني انا سلقتها حطيتها على البوتاجاز لمدة نص ساعة، بعد ما طلعت يعني سبتها في الحلة لحد ما بردت تماما، وابتديت انا اقشرها بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين. هحطها في الكبة وهضربها، هي طبعا اوريدي متقشره فمش محتاجه نصفيها. هنحطها على طول في التابروير، وانا ضفت عليها تقريبا معلقه من الصلصه ومعلقتين صغيرين من السكر، والسكر هنا ماده حافظه هتحفظها لي طول شهر رمضان. عملت تابروير صغير على قد الاستخدام، وتابروير كبير لو عامله مثلا طبخه زي البسله او الباميه او اي حاجه زي كده، كميه اكبر شويه. زي ما انتم شايفين بحط الصلصه والسكر اكيد علشان يحفظ لي الصلصه بتاعتي، وبقلب كويس جدا وادخلهم الفريزر. دلوقتي بقى انا هبتدي ان انا احضر كفتة الدجاج، وانا كان عندي صدور الحقيقة ما كانش متوفر عندي دجاج المفروم، فانا هفرمه عندي في الكبة الاول. قطعته قطع صغيرة زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا افرمه كويس جدا فرم ناعم. هيطلع زي ما انتم شايفين كده بالسمك دوت، ان انا انقله في بولة واحطه على جنب. دلوقتي هبتدي احضر للخضار اللي هخلطه مع كفتة الدجاج، واللي هو عبارة عن بطاطستين وكوسيه وجزرايه مبشورين. هقطع البطاطس بالطريقه دي، وهحط عليها ميه واحطها على النار تتسلق لحد ما تستوي معايا تماما. اول ما ادخل الشوكه فيها والاقيها طريه، بعدها على طول هطلعها على مصفى واسيبها تنزل كل ميه. دي الكوسيه بتاعتي، نضفتها اكيد وقشرتها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهبشرها. ضفت الدجاج بتاعي المفروم في بوله، ودلوقتي هضيف معلقتين من الزيت ومعلقه صغيره من عصير الليمون، بابريكا وملح وفلفل وتوم بودره وبصل بودره. ابتدي بهرس البطاطس ناعم جدا زي ما انتم شايفين، واصفي كمان الكوسه من اي ميه فيها، وهضيف كل المكونات دي على بعض، وعليهم معلقتين بقدونس، بطاطس والكوسه والجزر والبقدونس، وهبتدي ان انا اخلطهم كويس جدا 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 مع بعض. خدوا وقتكم خالص، الخطوه ديت من اهم خطوات نجاح اي كفته معاكم. انا حطيت طبق صغير فيه زيت،
وببل ايدي بالزيت حاجة بسيطة او صوابعي بالزيت حاجة بسيطة، وببتدي ان انا اشكل الكفتة بتاعتي بالطريقة دي. الكفتة دي يا جماعة من كتر ما طعمها رائع الكبار والصغيرين هيحبوها، بس حابة اقول لكم ان الصغيرين اللي بيحبوش ياكلوا خضار كتير، خضار هنا مستخبي في الكفتة بتاعتنا وطعمها رائع، والاطفال هيحبوها ومش هيدوا اخوكم هياكلوها كلها. اعملوها لهم على طول حتى في اللانش بوكس في سندوتشات، او حتى ياكلوها حاف مع سلطة في منتهى الروعة، انتوا كمان هتحبوها اوعدكم. شكلناها كلها بالشكل ده، وانا نص كيلو من الدجاج المفروم مع الاضافات طبعا عمل معايا 24 قطعة من كفتة الدجاج بالخضار، وده شكلها. انا طبعا غطيتها بالبلاستيك راب علشان ادخلها على الفريز. شوفوا كمية ما شاء الله، كل دوت بنص كيلو دجاج بس. هي فعلا موفرة ومغذية جدا جدا، ومكوناتها طبعا متوفرة في كل بيت. دلوقتي حابة اوريكم سريعا شكلها وانا بسويها بمعلقة زيت زيتون بس. شوفوا جميلة ازاي ومتماسكة وما بتتفرفتش مني ولا اي حاجه، مع اني لا حطيت بقسماط ولا حطيت بيض. دلوقتي هبتدي بتقطيع الستريبس، وانا هشيل الجزء اللي بيبقى جاي في الصدر كده مايل شويه بالطريقه دي، وبعدين هحطه على جنب وابتدي ان انا اقسم الصدر بتاعي تقسيمات متساويه ومنتظمه بالشكل ده. قطعوها بشكل طولي منتظم، اي زيادات شايفينها شيلوها وما تقلقوش، طبعا احنا مش هنرمي حاجه. اي اجزاء صغيره من الدجاج احنا هنحطها مع شاورما الدجاج ومش هنرميها، اهم حاجه الستربس بتاعتنا يبقى شكلها كويس. نقسمها قطع طوليه بالشكل ده، هكمل باقي الكميه كلها بالشكل ده. وانا هنا تقريبا استخدمت برضو نص كيلو من صدور الدجاج، ضعفوا الكميه او قللوها زي ما تحبوا. دلوقتي ده محلول النقع اللي هنقع فيه الاستريبس قبل ما ابتدي اشتغل فيه، وده مهم جدا بيدي طعم وطبعا بيدي طراوه مش طبيعيه. انا ضفت لبن وضفت بصل بودره وثوم بودره ملح وفلفل وبابريكا وبهارات دجاج وبس كده، هقلبهم كويس جدا. هسيبها في محلول النقع ليله كامله. اذا ما قدرتوش ان انتوا تسيبوها ليله كامله في المحلول ده، انصحكم ان انتوا تسيبوها على الاقل 4 ساعات. هغطي عليها دلوقتي وهدخلها التلاجة وهبتدي اشتغل في الكفته بتاعتي. انا هنا استخدمت كيلو من اللحمه المفرومه، نصه لحم غنم ونصه لحم بقري. انتوا عارفين طبعا الكفته لازم يكون فيها نسبه دهون علشان ده اللي بيدينا الطعم بتاع الشوى الجميل. انا لما بحفظها في الفريزر ما بحطلهاش بصل ني، انا بفضل ان انا اشوح البصل بتاعها في معلقه من زيت الزيتون ومعلقه من الزبده. شوحت البصله ولما نزلت كل الميه بتاعتها، وهسيبها على جنب تبرد تماما، وهضيف التوابل الاول واللي هي عباره عن ملح وفلفل وبابريكا، بصل بودره وثوم بودره وجوز الطيب و7 بهارات. طبعا ضفت الزبادي وبيضتين كبار والبصل اللي انا حضرته و4 معالق كبار من البقسماط. قلبوها واخلطوها كويس جدا جدا على قد ما تقدروا، اخلطوا اخلطوا. انا زي ما قلت لكم سابقا ان سر من اسرار نجاح الكفته وتماسكها هو خلطها كويس جدا، يعني ما تستسهلوش وتقلبوها كده تقلبتين وخلاص. انا هنا شكلت نص الكميه ميت بولز، نقدر نعمل بيها ايكيا ميت بولز اللي انا عملتها قبل كده على القناه، او تقدروا تعملوا بيها مثلا كفته داوود باشا، ليها استخدامات كتير. هنا برضو باخد كميات الى حد ما متساويه، وخليت جنبي زيت وهحط بايدي كده الزيت وابتدي اشكل. انا هنا خلصت الكميه كلها، والنص كيلو عمل معايا حوالي 26 قطعه من الميت بولز. هنا بقى انا شكلت كده 4 بدون بقدونس، لان في ناس عندي ما بتحبش الكفته بالبقدونس، وبعد كده ضفت البقدونس على الجزء اللي باقي، وهبتدي ان انا اشكل السياخ الكفته المشويه بتاعتي بالطريقه دي علشان ما تلزقش في ايديكم. بليت صوابعي بالزيت وابتديت ان انا اشكلها اصابع بالشكل ده. الحجم يتوقف عليكم، لو بتحبوها قصيره ممكن تعملوها قصيره، لو بتحبوها زي كده طويله شكلوها بنفس الشكل اللي يعجبكم. هكمل طبعا باقي الكميه وهوريكم شكلها في النهايه. انا بعد ما بخلصها على طول بغطيها بالبلاستيك راب وبدخلها على طول على الفريزر. ده شكلها بعد ما خلصت. دلوقتي هبتدي ان انا احضر بقى لشاورما الدجاج، ودي تقطيعه شاورما الدجاج. انا استخدمت هنا 3 صدور من الدجاج بس، استخدموا طبعا الكميه اللي تناسبكم. المقادير اللي انا هسيبها لكم في صندوق الوصف، كل التتبيلات عموما ما عدا طبعا الكفته هتكون لكميه نص كيلو، يعني لو عايزين تستخدموا اكتر من كده ضعفوا المقادير. هبتدي اتبلها بالبابريكا والثوم البودره والبصل البودره والملح والفلفل ومعلقه من الكاتشب وزنجبيل مع ثوم طبعا فريش، لو مش متوفر استخدموا المعجون. حطيت هنا معلقه من الليمون، عصير برتقال، مش متوفر اكتفوا بالليمون بس، وحطيت طبعا زبادي ودبس رمان ودبس تمر. لو مش متوفرين دبس الرمان ودبس التمر استخدموا خل بلسمك، مش متوفر الخل البلسمك استغنوا عنه خالص واستخدموا خل عادي جدا. ضفت الملح وقلبت كويس جدا، دخلتها في الطبق اللي انتوا شايفينه دي، كتبت عليها طبعا التاريخ وكتبت عليها اللي جوه عشان بعد كده بسهوله اقدر اوصلها.
دلوقتي هبتدي بتتبيل دبابيس الدجاج او ارجل الدجاج زي ما انتم شايفين، هعمل فيها فتحات بالسكينة بالشكل ده. وانا هنا عندي تقريبا كيلو، عاملين معايا 16 دبوس، هقسمهم 8 و8 وابتدي بتتبيلة التندوري في الجزء الاول منهم، والجزء التاني هتبله بالليمون والعسل. دلوقتي هبتدي بتتبيلة التندوري واللي هي عبارة عن زبادي وملح وفلفل اسود وجرم مصالة وبابريكا وكركم وليمون ومعلقتين من الزيت وتوم مع زنجبيل ولون طعام احمر وكمون وكزبره. قلبتهم كويس جدا جدا، وهنزلهم على دبابيس الدجاج بعد ما قطعتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها، بعد ما عملت فيها فتحات كده بالسكينه علشان التتبيله كلها تدخل جوه. علشان اتاكد برضو قبل ما ارصها في الطبق اللي هيدخل على الفريزر، هحاول ان انا ادخل كل التتبيله في الفتحات اللي انا عملتها، واتاكد كويس جدا ان التتبيله غطت الفتحات من جوه ومن بره علشان خاطر تمسك التتبيله في الدبابيس ويبقى طعمها جميل لما نيجي نسويها بالشكل دوت. هرصها غلفها، وعلى فكره اتبقت تتبيله حطيتها في تابر وير وهدخلها في الفريزر لاي مره تانية حابه ان انا اضاعف الكميه، اقدر بمنتهى السهوله اعمل كده. هنا بقى هحضر للتتبيله اللي بالليمون والعسل. انا ضفت زيت زيتون وعليه ليمون ملح وفلفل وطبعا اكيد العسل، وضفت بابريكا وكركم توم بودره وبصل بودره وثوم مفروم وملح وفلفل، وهقلبها كويس جدا. والتمن دبابيس الفاضلين اللي عندي هحط عليهم من التتبيله دي. وعايزه اقول لكم ان كمان التتبيله دي هتتبقى منها، وكمان شلتها في تابر وير علشان اي مره خلال شهر رمضان ان شاء الله تبقى عندي كمان التتبيله جاهزه، وابتدي ان انا احطها على الدبابيس واستخدمها بمنتهى السهوله بدون ما اضطر ان انا اعمل التتبيله من اول وجديد. اي تتبيله عندكم تتبقى شيلوها على طول في تابر وير واحتفظوا بيها. ده شكل الدبابيس بالعسل والليمون بعد ما خلصت، وادي التتبيله هي اللي فضلت عندي. هشيلهم دلوقتي واحطهم على جنب، وهبتدي احضر معاكم خلطه التغطيه بتاعه التشيكن ستريبس. انا ضفت بابريكا وكركم نفس التوابل اللي انا ضفتها، ضفت عليها دقيق ومعلقه من النشا وطبعا شويه ميه، بس شويه بشويه، احنا عايزين كده نحصل على سائل قوامه لا هو سميك ولا هو خفيف، فهضيف الميه تدريجيا شويه بشويه. الخلطه بتاعت التغطيه اللي انا بعملها دي التشيكن ستريبس بتدي له كده طبقه جميله كريسبي ومقرمشه وفي منتهى الجمال. انا عملت خلطه تانية للتغطيه وهي خلطه دقيق، غطيتها الاول طبعا بالخلطه بتاعتي وبعدين نزلتها في الميه وغطيتها تاني بالدقيق. انا الحقيقه بحبها ساعات دبل كوتد، يعني بعمل عاديه بطبقه واحده بس وساعات بضاعف الطبقه. بعد خليط التغطيه حطيتها في الدقيق وهبتدي ان انا ارصها بالشكل ده. انا استخدمت هنا نص كيلو برضو من الدجاج، حوالي تقريبا 4 صدور صغيرين، عملوا معايا الكميه اللي انتوا شايفينها دي. تقريبا عملوا معايا في كل طبق حوالي 16 قطعه. انا كده خلاص خلصت الجزء الاول، اتمنى من كل قلبي فيديو النهارده يكون عجبكم. انا بشكركم جدا جدا على حسن المتابعه، اتمنى ما اكونش طولت عليكم في فيديو النهارده، بس انا كان نفسي الحقيقه تستفيدوا باكبر كميه من الوصفات والتتبيلات اللي تسهل عليكم الوقفه في نهار رمضان. اكيد هتكونوا صايمين وتعبانين، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه اتمنى يشرفني باشتراكه. اشوفكم ان شاء الله في الجزء الثاني، وانتم بألف خير وباي باي.